مهدي يعطيك الف عافيه. اليوم انت يعني نجم من نجوم المباراه، مباراه صعبه كانت مع خصم يعني مش 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 هين. نادي الظهريه معروف صحيح. نادي كبير صحيح. ولكن الحمد لله نتيجه كبيره واداء كبير كمان للزعيم هلال القدس. الحمد لله رب العالمين. اول شيء بعد الفوز لاخوي السمار محمد سمار اللي اكل هوائي بالتمرين وما شاركناش اليوم بالمباراه. ثاني شيء بعد الفوز لابوي وامي طبعا وللجمهور العريق الكبير. الحمد لله رب العالمين. الهلال اليوم بين شو يعني الهلال، شو يعني الزعيم. الظهرية فريق محترم ولعب حلو، بس الحمد لله رب العالمين ما خلوهوش يبين بالملعب ولا تاني. انا حكيت للعيبه شغله قلت لهم هاي بيتنا، ممنوع نسمح ولا لفريق مين ما كان يكون مع كل احترام للجميع ياخذ نقطه منا هون. والحمد لله اللعيبه كانوا كانت حالهم، طلعنا وغلبنا وان شاء الله القادم افضل ان شاء الله ان شاء الله. شكرا لك كابتن حبيبي.